بتأثر عليه، على لو طالب دخل لقى حاجات صعبة في الامتحان يتعامل معاها ازاي؟ الحاجات الصعبة في الامتحان يسيبها لله ولا يتعامل ازاي؟ اولا ما يشتتش نفسه، والفقره اللي هو شايفها صعبه في بدايه اللجنه لو وقف جنبها هيبقى كله صعب. خلاص انا لقيتها دلوقتي صعبه، يعني معناها مش جايه لي دلوقتي، مش نازله على الذاكره حاليا، وخاصه انا لسه داخل اللجنه ولسه الجهاز العصبي ما اكتسبش جو اللجنه. خلاص ما جاتش يبقى هركنها، وانا واثق انها موجوده. اوعى تركنها على ان دي حاجه وقعت منك، لا موجوده وهتيجي. روح راكن دي وادخل على اللي بعدها، وانا بتصفح بقى اللي بعدها ما خدهاش بلهفه. اللهفه السريعه على السؤال او على ان انا الحق ورقه الاسئله وابص عليها دي بتمسح قدره الانسان على استيعاب واسترجاع المعلومه. يبقى خلاص راكن دي واجي اقرا السؤال بقى واحده واحده، وامشي مع السؤال كأن معايا قلم رصاص كده تحت الاسئله، واحدد في السؤال جات لي معطى، المعطى ده رمزه ايه؟ ده ايه؟ المطلوب ايه؟ وبعدين اخد لحظات كده، يبقى دي بتدور حوالين الجزء اللي انا عارفه اللي هو كذا، العلاقه كذا، احدد ايه المطلوب، يبقى هحلها بالطريقه دي، وتبدا تحل من غير ما عينك تروح يمين وشمال على سؤال اخر. خلاص اللي بعده اللي بعده، وتنظر الى السؤال سؤال وانت واثق انك هتلحق وهتراجع، لكنك لو خايف ان مش هلحق فعلا مش هتلحق، انما تكون واثق ان الوقت كافي والامتحانات الموضوعه السنه دي تراعي انها تسيب لك وقت كبير بعد الامتحان، ما تخافش. وفي متداول الكل ومفيش صعوبات السنه دي ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. معانا بقى طبعا الدكتور محمود حجاج، ده استاذي ومعلمي السنه العامه اللي فاتت، طلعت عينه في الثانويه. دكتور طبعا بقى انت جيت في ملعب بقى الطالب ليله الامتحان او الايام اللي قبل الامتحان، الذكر منك كامل على بعضه ولا ذكر افكار ولا ذكر ازاي؟ انا هتكلم قبل ما تنام تعمل ايه؟ اهم حاجه قبل ما تنام في حاجتين خد بالك منهم جدا، ثقافه المذاكره والتفكير، في جزء كده في ثقافه التفكير، زي خلي بالك من كلمه زاد الى ولا زاد بمقدار ولا زاد بنسبه. دايما عشان كده بقول لك بنصحك بالقلم الرصاص خط تحت المطلوب وحدده كويس جدا. رقم اتنين لازم يبقى عندك وعي، امتحانك 3 ساعات، ال3 ساعات دول انت مش هتعمل حسابك على 3 ساعات، تعمل حسابك على ساعتين ونص. طبعا وده في الجزء فعلا احنا قلناه اكيد ان شاء الله باذن الله. تاني حاجه ما تتعاملش مع مسائل الفيزياء الحديثه تحديدا وتقسمها فصول، ما تحاولش تقرا السؤال وتسال ده في انهي فصل، اوعى. ليه؟ لان مثلا اللمضه ذكرت عندك في مواضع كتيره جدا، اوعى تفكر كده. مسائل الفيزياء الحديثه تتصنف على حسب الكترون وخصائصه وفوتون وخصائصه، او الكترون وفوتون وقانون يربط الاثنين. دايما تفكر كده، لان ممكن اسالك مثلا على طول الموجه المصاحبه لحركه الكترون في انبوبه كوليدج، وانت ما خدتش لمضه في انبوبه كوليدج للالكترون بتساوي ايه؟ فلو دورت عليها على انها في الفصل السادس في انبوبه كوليدج مش هتوصل، لكن لو فكرت انها الكترون وما هي خصائصه هتوصله بسهوله جدا. عشان كده تابع المخططات اللي هنعملها لك في الفيزياء الحديثه في الفصل الخامس. يبقى نصيحتي ليك ركز قوي في المطلوب لان هو نص الحل. معاكم نرجع بقى تاني للدكتور الشهير. لا لا دكتور معانا بقى استاذ عمر جوده، طبعا عن التعريف برضه. تمام بص يا استاذ عمر، طبعا طبعا الطلاب طبعا معظم الطلاب يعني الطلاب اللي بيقعوا فيها، وانا واحد في السنه اللي فاتت يعني كل مصر كلها، مش الطلاب بس مصر كلها الكبير والصغير بيقول لك ده الفيزياء دي مسائل بس مش 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 نظري. انت بقى النصيحه اليوم بقى، اولا كلمه ان الفيزياء مسائل بس طبعا مش ده مش منطقي، لان احنا عندنا احنا لو بصينا منهج الفيزياء فيه كل حاجه. فكره ان انت مسائل انا محتاج القوانين ده لا شك في كده، لكن معنى ذلك برضو انا لازم وانا بقرا السؤال اشوف هو عايز ايه. يبقى الاهم عندي مش انا هبص قوانين، لا السؤال عايز ايه. كله بيحفظ القوانين بس، لا 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 طبعا لا بس محتاج، لا محتاج جنبها انا عايز ايه من السؤال. السؤال طب ما انت عندك الليزر كله
ما فيهوش غير قانون واحد. فصل كله ما فيهوش غير قانون. في اسئله كتير جدا وبنقع فيها كتير من الطلبه بيقعوا في الجزء دوت. مثلا لما نيجي الفصل الثاني في اسئله كتيره جدا برضو ما لهاش قوانين. فهي القصه مش الفيزياء قوانين. اهم حاجه في الفيزياء ان انت تكون بتعرف تقرا السؤال، تحدد انت عايز ايه في السؤال، خطط زي ما دكاتره قالوا لنا، خطط انت عايز ايه. وحدات القياس مهمه جدا 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 من وجهه نظري. اشكرك للتنويه ليه. يعني وحدات القياس خلي بالكم منها قوي، لان احنا بنقع في السؤال في وحده قياس. مشكله الطالب ان هو ساعات يجي له الاختيار بالملي. بالظبط بالظبط. فهي انا دايما اقول للطلبه بتوعي خلي بالكم من وحدات القياس. ولازم افهم اخرها في لا مش لا لا في اخرها. في اخرها يبقى خلاص، يبقى انت ركز بس برضو اخر صح ركز. تحويلات خلي بالك بيطلب وحده قياس مكافاه زي ما طلبها ثابت بلاني. مكتوبه جول في ثانيه في الدنيا كلها، لكن هو جابها له بالكيلو جرام في ثانيه. فهي القصه ان احنا نخلي بالنا من الوحدات قوي. طبعا فاحنا نركز نخلي بالنا من الوحدات. دايما اقول يعني امن بقدراتك، انت داخل تحل تجيب الدرجه النهائيه دي لو قدام عينك ان شاء الله تجيب الدرجه النهائيه سهل. والفيزياء من وجهه نظري اسهل ماده في الثانويه العامه، مع احترامي طبعا للكلمه. حبيبي جدا استاذ عمر. حبيبي عمر. بص معانا بقى الاستاذ خالد عبد العزيز ده استاذنا، بص يعني الكبير بتاعنا ده بقى. قال لنا بقى نصيحه كده، يعني الطالب يركز على افكار ايه اللي في الامتحان، يعني ايه يعني يروح الفصل الرابع يركز على افكار ايه الفصل الاول كده. هو طبعا طبعا هو طبعا طبعا في امتحان السنه اللي فاتت جه اجزاء من الوحدات جوه المسائل، يعني الام تسلا دي ما حدش واخد باله ان ملي تسلا مثلا، وعلى المحاور بالذات يجيب لك ام اس وانت مش واخد بالك، او يضرب في الواي اكسس او الاكس اكسس 10 اس 13 او 14 في التردد مثلا وانت مش واخد بالك، وتيجي تعمل الميل تطلع المساله غلط. دي مشكله. لا والله يا فعلا الموضوع ده بيعمل مشكله كبيره جدا جدا عند طلبه كتير جدا. يعني هو زي ما يكون واحد كده ايه فجأة كده لقى مسألة، فهو على طول بسرعة فضل القانون عنده وفضل يكتب ونسي التحويلات ضاعت المسألة فيه. ودي نقطة مهمة جدا جدا. برضو في نقطة وقع فيها يعني ابن واحد زميلنا من كذا سنة كده، لو اداني ثابت انا ملتزم بالثوابت اللي موجودة مش الثوابت اللي سابتك حافظها. يعني مرة ثابت بلانك جه 6 في 10 أس سالب 34، 6 و6 من 10 في 10 أس سالب 34، أعتقد امتحان 2017 أو 18. وابننا في مثل بيقول لك اربط الحمار بالظبط. وابننا طبعا اللي هو العبقري لا يقول لك هي 6 625 في 10 أس سالب 34، فطلع الناتج فيه خطأ. فدي مشكلة يا جماعة. يعني هو اداني ثابت، اداني سرعة الضوء. طبعا الثوابت لا تحفظ، معروف كتلة الإلكترون، شحنة الإلكترون، ثابت بلانك، حتى عجلة الجاذبية انت مالكش دعوة، اديها لك 10، حتى الباي ما تقلفش باي من عند سعادتك، انت هتقلف باي ليه؟ عشان هو راجل لازم اديها لك. وبعدين معلش يعني انت مالكش دعوة بالامتحان، ما تخليش مخك كله مشغول هيجي ايه جاي ايه مش عارف ايه، انت مالك؟ خليك انت مع نفسك، ركز مع نفسك بس. لو ركزت مع نفسك والمجهود اللي بذلته طول السنه انت حاجه كبيره جدا، انت قيمه لا يستهان بها، قيمه غاليه جدا علينا وعلى والدك وعلى مصر كلها. اهم حاجه تعرف ان وضع الامتحان مش ضدك خالص خالص خالص. يعني 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 يا جماعه انا يعني مش عايز اقول اي حاجه خاصه بالامتحانات، بس اللي بيحط الامتحان دوت هو بيحط امتحانات طبقا لمواصفات معينه، مش ملتزم بمواصفات معينه. وطبعا طبعا ما فيش حد الحمد لله رب العالمين سلسال اللي حطوا امتحانات الفيزياء من ساعه موعينا على الدنيا من اول يعني قبل كده طبعا، بس من اول 2009 اقدر انا اكد مليون في الميه
ناس كلهم يعني متزنين جدا جدا وخبره واسعه. وطبعا طبعا وهو مخلي بالك اللي بيحط الامتحان ده اب وقد يكون جد وقد هو ليه امر مش واحد هلاكو او هيرو اسطوري، مش واحد اسطوري جاي عشان هلاكو عشان يبهدلك. انا بقى قاعد بقى مستني بقى الواد ده اما يغلط عشان يبهدله خالص. عايز اقول حاجه بقى، في المراجعه اللي حضراتكم عملتوها دي الهدف منها حاجه واحده تصحيح المسار. بالظبط، يعني بالظبط. كان بيذاكر بشكل معين يقدر يستفيد من المراجعه دي ان هو يعدل على شكل اسئله الامتحان. يعني انا انماط التفكير الصحيح. بالظبط، بتغير اتجاه. لو بالزبط. كنت ماشي في الاتجاه الصعب قوي نقول لك لا اعمل يوتير. بالظبط، كنت ماشي في السهل قوي نقول لك لا اعمل يوتير. المراجعه دي بتحطك على القضيب الصحيح. بالظبط، المراجعه دي هدفها حاجه واحده ان احنا بنعدل مسارك. صحيح، هدفنا ان احنا نساعدك وناخد بايديك نقول لك لا تعال فكر بالشكل ده. بالظبط، انت قدامك اسبوع. بالظبط، اسبوع كامل حضرتك ينفع تقدر تعمل كل. طبعا 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 طبعا، الفكره اللي انت عايزين نوصلها لكل طلبه مصر المراجعه دي عشانكم. ليه؟ عشان اللي احنا بنشوف في الفيزياء الموضوع صعب جدا. وكانت القصه في تجميع الاساتذه واساتذتنا كلها ان اللي احنا بنشوف في الفيزياء الموضوع صعب جدا، فاحنا حبينا نحط الطلبه في المسار الصحيح. تاني، الطلبه هتتحط في المسار الصحيح، شكل الامتحان والاسئله اللي بتيجي في الامتحان وافكار الامتحان ايه. الموضوع ده معمول لله ابتغاء مرضات الله. بنعدل لك فكره، الفيزياء مش البعبع، الفيزياء مش الحاجه اللي انت هتخاف منها، بالعكس الطالب فاهم فيزياء بيطلع نافش ريشه كده. الطالب فاهم، انا فاهم فيزياء، انا بني ادم. صحيح 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 صحيح. انت ممكن تخش تحل امتحان كيمياء وانت حافظ ما انتش فاهم، لكن الفيزياء لا، لازم تبقى فاهم من وعلى وفي تفرق في الفيزياء. صحيح صحيح، مش هتفرق في الكيمياء. حضرتك في الكيمياء هتلاقي كلمه مفتاح الحل إذا لقيت حط، لكن الفيزياء محتاج طالب إذا زادت بمقدار، إذا زادت إلى مقدار. لا لا لا، بص 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 يا جماعة، أنا أقول لكم على حاجة برضو. والله أنا النهاردة استفدت استفادة غير طبيعية النهاردة، يعني في معلومات جديدة موجودة. يعني الدكتور محمود، أنا طبعا بشوق وبقول لكم اللي جاي افضل، اللي جاي افضل في الفصول الجايه. النهارده ركز جدا جدا في الفصل الاول التركات اللي هي تستصعب على المتفوقين كمان، قراءات الاجهزه يا جماعه، ووضع الريوستات ده بيبهدل الناس. لا ده هو فعلا عملها بطريقه مركزه جدا. النهارده انا شفت من الاستاذ علي اسماعيل اوضاع ملف الدينامو رهيبه رهيبه. يعني تخيلوا يا جماعه، تخيلوا يا جماعه، احنا انت بتبص سعادتك، بتبص سعادتك على ملف الدينامو وانت مش عارف، وانت مش عارف موضع البدايه من موضع النهايه. يعني الراجل جايب النهارده مسالتين ثلاثه اربعه كده، الحقيقه يعني كل الاختيارات احسن من بعض، الملف موازي. طب عمل كام دوره مثلا؟ الله، وبعدين عملوا مره في وضع ايه؟ طب اسال الوضع ده وضع ايه؟ لا هو موازي ولا هو عمودي، لا وضع 45. اي حد بيحط امتحان بيغش منه. لا يعني لا 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 صراحه، يعني صراحه الاسئله فيها فكر يا اولاد، فيها فكر. ما احنا قلنا مع بعض، احنا مش جايين نحفظ واحنا بصمجيه عمالين نقوم ايه قانون ونطبق ونمشي. لا، فشغل مخك كويس جدا 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 هترتاح. أنا عايز أسأل سؤال. لا اتفضل. أنا عايز السؤال بقى لحضرتك، بابا وماما دورهم إيه؟ بكرة يعني فترة بعد، يعني فترة الأسبوع ده بابا وماما دورهم إيه؟ الامتحان؟ الامتحان ما قبل الفيزياء. كيمياء. كيمياء. أنا خلصت الكيمياء، أنا الطالب يعني. روحت البيت. خد راحتك. هتغدى، هغير، هنام شوية. تشنج يعني، تشنج الحاله النفسيه وتشنج الروح اللي كانت سهران او مطبق. ما تفرقش، نام راحتك. اول يوم
24 ساعة 48 ساعة يا ريت، احنا عندنا وقت فيه فيض من الوقت ما تخافش. اول يومين دول اركز في الفصول الثمانية، احنا عندنا 8 فصول. التركات اللي انت هتشوفها معانا، التركات دي مش المسائل ولا الأسئلة. انا بنصحه انه يشوف الحصة دي مرتين. ليه؟ علشان التركات دي اول مرة هيستوعب جزء كبير منها، المرة اللي بعدها هيهدم بقى. ده المحور، يبقى قاعد معاه ورقة وقلم يعني محور الفصل الاول زي ما دكتور محمود هيعمله لكم. محور مش هيديك المسائل يقول لك حلها ايه، لا ده هيديك تعرف اللي هو اي حاجه ازاي فوق المساله، هيخليك تركب مسائل الفصل الاول، مساله 5 في 1 10 في 1 وهكذا خاصه بالحته دي ومفصله. ده هتشوفوه بس يا ريت زي ما دكتور نبيل بيقول لك شوف وركز قوي، اقف عند الفيديو ورجعه تاني. كان بيقول ايه في الفصل التاني، في الفصل الثالث، الفصل الرابع، شوف بس الافكار بتاعت الفصول عشان الافكار دي هتركبك على اي مساله. باقي الاربع ايام بلاش التست الجديد. الفتره قسمناها لتلت وتلتين، تلت براجع منها كله بفتره سريعه تركات. اوعى تفتكر ان انت هتمسك كتاب الفيزياء وتقعد تجيب من الجلده للجلده. لا هو في حاجه بس عايز اكد عليها، الدكتور محمود عامل الفيديو ال 300 سؤال بتوع الامتحانات السابقة كاملة في كام؟ في كام؟ تركات في عددهم ستة؟ في ستة أو ثمان تركات؟ أيوة تقريبا حوالي نص ساعة خدنا فيهم. نص ساعة تركات، أنا لو منك زي ما قلت لك كل تركة هيعملها في الفصل الأول شوفها بتركب على كام مسألة؟ الله أكبر لا تحصى عدد كل المسائل تحت التركات دي. في الفصل الثاني شرحه، في الفصل الثالث وهكذا. طب ده ما قبل الامتحان، طب واثناء الامتحان احكي لكم حكايه بسيطه في 20 سنه. وانا جاي هنا مستعجل عشان كنت خايف اكون متاخر عليهم، طلعت سلم، اول سلمه ما بصيت عليها، ثاني سلمه ما بصيتش، ببص فوق مين اللي مستقبلني، كنت هتكعبل. طب انا عايز اقول ايه عشان ال 10 ثواني خلصوا بقى، ال 10 ثواني الثانيه، بص امتحان 46 اول سؤال مستواي كويس، كويس زي ما قال لك. يعني ايه مستواي كويس؟ يعني اقراه كويس. يعني ايه كويس؟ يعني طلع المعطيات. مديني مثلا في المعطيات مثلا معلش اطول كده كمان ثواني بسيطه. مديني بيقول لي مثلا اي جي في الجلفانو مثلا برقم، مدهولي كم ميكرو كم ملي، ومديني في جي. طب ايه الناقص؟ ما تطلع انت بسرعه، طلع من المعطيات دي في اثنين موجودين، الثالث فين؟ طلعه انت من غير ما تقرا. ادي واحد جبت نواقص موجوده في المعطيات، لو انت سريع لو مستعجل هتتكعب. طيب اما تيجي حضرتك تطلع بقى للدور الاول، لو بصيت على كل سلمه عمري ما هتكعب، وهطلع في الزمن المحسوب. يعني ايه زمن محسوب؟ الزمن القياسي. انما بقى لما امسك السؤال الاول ايه ده مستعجل، السؤال ده انا عارفه، بس انا بص كده ورا اللي بعدها السؤال ده اوعى هتتكعبل، انت مش رايح، انت هتقع بعد الشر لا قدر الله. يبقى كل سؤال تركز فيه، ما جاش معاك اركن زي ما الدكاتره قالوا لك. بالتركيز ده هتوصل، والله العظيم هتوصل. علماء النفس قالوا نفس الكلام ده. اخر سؤال مهم جدا، العيد لو سمحتوا يا جماعة، أنا نفسي من ولادي وبناتي محدش يقابل أي صورة من نوع من أنواع الإحباط. يعني لو سمحتوا، لو لقيت حد بيحبطك أيا كان، قريب غريب زميل دراسة، ابعد عنه تماما. بالعكس الأمل في ربنا كبير جدا جدا، نحن نستطيع ان احنا نقفل الماده. انا بقول المره الرابعه وانا صغير ابويا الله يرحمه كان بيقول خش كليه حمير ابقى اشطر حمار فيهم هتبقى دكتور عليه. اخر كلمه بقى، السؤال ده الاستاذ علي اسماعيل، انت هيجي صعب ولا سهل؟ الامتحان هيجي سهل باذن الله. طول ما انت واثق هيجي سهل، طول ما انت ماشي بالتعليمات دي هيبقى سهل، خرجت عنها يبقى انت اللي اخترت. طب هيذاكر يوم ايه؟
طبعا طبعا نذاكر يوم العيد لان هو قدروا ان الجدول موضوع خامس يوم العيد. طبعا العيد الاعياد عندنا الاعياد عندنا اصلا اعياد مرتبطه باعمال، يعني العيد جاي ورا عمل جميل، لا عيد الفطر بعد الصيام، عيد الاضحى بعد مناسك عظيمه، فانت بتعمل ايضا عمل عظيم في بناء نفسك. هو انا فرحان جدا 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 بيكم وعلى دماغي طبعا، يعني انا ما كنتش اتخيل مره ان احنا نتجمع كلنا كده اساتذتي طبعا الله يبارك في معاد نورتونا وشرفتونا وعلى دماغي احنا اللي تشرفنا الله يبارك كلمة. طبعا يا جماعه بدماغ خبراء الفيزياء، ازاي تدخل الامتحان بدماغ خبراء الفيزياء؟ طبعا يا جماعه دي والله يا جماعه لو انا كنت راجع بيها الزمن السنه دي وكنت في مكانكم كده والله العظيم كنت بص كنت اقفل الفيزياء، ناقص فيها اربع درجات بس كنت اقفلها بقى. ليه بقى؟ انتوا عندكم المراجعه ليله الامتحان مع خبراء الفيزياء، يعني اقوى خبراء الفيزياء في مصر على فكره، يعني ان شاء الله. بص عاوزك تركز في كل كلمه وكل واحد قالها، ركز في كل كلمه، نصيحه مني انت اللي هتندم بعد كده لو انت مركزتش في كل كلمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.